فضيلة الشيخ، يقول رجل له 10 بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات، فما على والدهن؟ وما حكم العقيقة؟ وهل هو صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟ العقيقة السنة مؤكدة للذكر 2 وللأنثى 1، وإذا اقتصر على 1 للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب. فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.